يا ابو جهل انت، افهم. سيد باشا سيد بيه، اقف معوج واتكلم عدل، اتكلم كويس، لخلي نيمو يعدك في الحصانة بتاعتك. افهم يلا، انت عليك قضية دلوقتي هتاخد لك فيها 3 سنين، هتخرج هيكون الكلب ده سرح ولا اتخطف، وهتبقى انت في الهوا ورور كده، والمنطقة هتقطعك لانشون رفيع. اصطلح واشتري نفسك. يعني سعادتك شايف كده؟ بص، عشان يتنازلوا عن القضية يا تدفع لهم 50,000 جنيه، يا تديهم الكلب ده يذبحوه ويريحوا الناس من شره. دي اللحظة اللي فكر تهرب فيها فورا، بلا قلادة بلا سفر. أنفذ بجلدي واجري بعيد عن المجانين دول. بس لسه بفكر أعمل كده حصلت المصيبة. وأنا موافق، يذبحوه يا باشا. وحصل المشهد اللي شفتوه في التلفزيون ده، بعد الناس ما خلصت ومشيت وسابوني مرمي، طلع الولد الطيب سيحة ده وسحبني هو وكله على بيتهم، وعالجوني وخبوني. جدع سيحة، اهو انت ولد مصر بجد، وعندك قلب ورحمة اكتر من كل الناس اللي جت سيرتها دي. وانا عم هنيدي. انت ايه؟ انت عايز تقلبني في 500 جنيه عشان تطلع مني بمصلحة؟ يعني حياة صاحبكم دي ما تسواش الملاليم اللي انا طلبتها؟ اروح عندها ازايا يعني؟ لا يا عم احنا اسفين، احنا على اتفاقنا كله، وهدي لك المبلغ ونخلع بالمعلم رشدان. اتفاق ايه؟ الاتفاق اتغير. ليه ان شاء الله؟ المبلغ اللي اتفقنا عليه للتصوير، بس بدلها تاخده وتمشي يبقى عايزين باكو مقفول. ايه؟ وترادي الواد سيحة. سيحة يتراضى طبعا، كفاية انه عالجه واكله وشربه وخباه، ده ولد مفيش زيه، يتشال فوق الراس. عايز كام يا سيحة؟ 5 بواكي. ايه؟ ليه يا عم؟ القلادة، أحمدك يا